الأمراض اللي تصيب جهاز الكلى مثل ما تعرفون يعني الأمراض اللي common disease of the kidney هي أما وجود الستون أو النفرايتس التهاب الكلى أو عندنا التسرطن اللي يحدث بالكلى. راح بداية قبل لا أدخل بالباثولوجي of the urinary system أنطفد نبذة مختصرة أو معلومة بسيطة عن introduction of the urinary system. هذا الجهاز من وين يتكون والوظائف مالته بصورة عامة مبسطة. Structure and function of the urinary system. مثل ما تعرفون الـ urinary system is consist of kidneys, two kidneys, urethra, ureters, and bladders. Also called the excretory system, maintain water balance. Remove waste products from blood by excreting them into the urine. هذه structure of the urinary system and their functions. الكيدني. Structure and function of the kidney. Kidneys being shaped organ located in the retroperitoneal portion of the abdominal cavity. يعني بالجزء البريتوني من الابدومينال كافيتي تشبه like يعني generally بصورة عامة تشبه حبة الفاصوليا. On other side of the vertebral columns. Function of the kidney. مثل ما تعرفون انه مكونات الكلى انه هي تكون من الجلوميرولاي ورينال تيوبيولز اللي هي الكولكتنج والديستبل بروكسيمال. هذه الكبيبه تعتبر كمصفات شبكه نت انه كل ما يحدث بالجسم من مواد ووتر امينو اسيد جلوكوز بروتين او مينرالز كل هذه المواد راح تجي لهذه الكبيبه حتى تشتغل كمصفات انه الجسم يحدث ابزوربشن يمتص المواد اللي هي يوزفل اللي تفيده من ووتر امينو اسيد بروتين اكسترا من الماتيريالز. اما اللي ما يفيده واللي ضار عندنا الريمايندز ماتيريالز هذه المواد المتبقيه بعد ترشيحها وبعد امتصاصها راح تطرح الى الخارج از يورين. فالفانكشن اوف ذا كيدني از ووست اكسكريشن ووتر ليفل بالانس. شكيت انه من توصل المواد هذه الكويبه راح اسوي لي اعاده امتصاص راح تشتغل كمنظم للووتر للامينو اسيد للمينرالز وبالتالي راح يحدث تنظيم للحراره تنظيم للووتر تنظيم للبلاد بريشرز. فالفانكشن اوف ذا كيدني از ووست اكسكريشن ووتر ليفل بالانس بلاد بريشر ريجوليشن ار بي سي ريجوليشن باعتبار انه الكلى تحرر الاريثرومايتين اللي هو مسؤول عن عمليه الاريثروبايسيس عمليه تصنيع كريات الدم الحمر وبالتالي فمن يحدث اي خلل any disturbances بالكلى راح يأثر على إطلاقها وتحريرها للأريثروبايتين وبالتالي ما يحدث تحفيز كافي لنخاع العظم فتطلق الأريثروبايت. لذلك نشوف جماعة اللي عنده دائما اللي عنده فشل بالكلى اللي عنده مشاكل بالكلى انه من تجي تسوي له CBC صورة الدم الكاملة راح تجي تلقى عنده أنيميا. RBC regulation and salt balance. واضح هسه الفانكشن اوف ذا كيدني بتعريفها؟ نعم دكتوره. الكيدني فلتر about 1700 liters of blood daily in the average adults. Parts of the kidney cortex مدلة هي القلب. Cortex هي الاوتر كفر للكيدني والمدلة هي الانر سوفت بورشنز والهيليوم هو الدبرجن لوكيتد اللي هو هذه Debrogen located in the middle of the concave side of the kidney where blood vessels, هذا المكان الهيليوم where blood vessels, nerve and ureters enter the exit of the kidney. مكان دخول وخروج التغذية الدموية والعصبية بالنسبة للكيدنيز. مثل ما قلت لكم أنه مكونات الكلى هي glomeruli متصلة بمن بالرينال tubules. انه اول شغله بالنسبه للماتيريالز اول ماتيريالز كل المواد بعد ما تترسم من ووتر امينو اسيد بروتين مينرالز يعني اول ماتيريالز راح توصل الى الجلوميرولاي اللي هي تشتغل كمصفات نتورك انه تصفي كل ما يحدث امتصاص للمواد اللي تفيد الجسم اما اللي ما تفيده والمتبقيه راح تطرح للخارج از يورين. Blood flow through the glomerulars at constant rate. Each glomerulus is surrounding by capsule here, Bowman capsule. The blood then passes into the renal tubules. اللي هي شنو؟ Proximal, distal,
collecting. Renal tubules, where some substances are reabsorption and the remaining become urine. يعني بعد ما تترشح المواد بالكوبايبة راح تنتقل للرينال تيوبولز. أول بارت فيها هو البروكسيمال. إذا تذكرون محاضرة الفصل جاءنا ويحدثنا reabsorption. هذا البارت البروكسيمال تيوبولز أول بارت بالنسبة للتيوبولز يحدث reabsorption. إنه تمتص الوتر الأمينو أسيد اللي حدث لها باس اللي عبرت الشبكة بعد ما صفتها هذه راح يحدث لها reabsorption حتى يستفاد منها الجسم مرة ثانية. أما المواد اللي ما يقدر يرشحها بالكوبايبة واللي ضارة بالجسم الـ remaining materials راح تطرح للـ distal tubules بعتها للـ collecting بعتها outside of the body. كل هذه المواد راح تكون لك اليورين اللي هو شنو اليورين من أجي أعرفه ultra filtration of plasma. اليورين والراشح البلازمي after water amino acid protein reabsorption يعني بعد امتصاص المواد اللي تفيد الجسم المتبقي من هذا الراشح البلازمي هو اليورين. The blood then passes into renal tubules where some substances are reabsorption بعد ما يحدث امتصاص and the remaining become urine. واضح حسب الطلاب؟ هو مو سريع عليكم شوي. عندي كلارة واضحة. بالنسبة للسرعة ما في مشكلة عندكم؟ لا دكتورة مش سريعة. لا دكتورة مطلق. طبعاً بس حسين ومحمد والبقية أبد سكتة. اليوريتارز a tube approximately 6 to 7 inch long attached to the each kidney made up of 3 layer of tissue smooth muscle fibrous mucus layer. Peristalsis. Peristalsis a rhythmic contraction of the ureter smooth muscle which help to move the urine into the bladder. يعني الحركة الأوتوماتيكية للحالب حتى يدفع اليورين باتجاه البلادر راح تسمى rhythmic contraction of smooth muscle أو peristalsis. Urinary bladder hollow muscular organ that store urine. Sphincter muscle hold the urine in place. The wall contains epithelial tissue that stretches to allow bladder to hold twice its capacity. يعني هاي الحركة السفنكتر مصل هي اللي تساعد على اندفاع وتقلص المثانة حتى تدفع اليورين outside of the body. Urethra, a tube of smooth muscle which mucus lining that carry urine from the bladder to outside of the body. Excreting urine is called voiding or micturition. عملية طرح الإدرار outside of the body call إما voiding or micturition. ندخل هسه بالما يخص الـ pathology of the urinary system. فنعطينا general information about this system. نيجي هنا هسه الـ defect اللي يحصل بهذا السيستم. أكو مصطلحات عامة هذه للتعريف. Anuria. No urinary outputs. يعني ماكو طرح للإدرار. Dysuria صعوبة الإدرار. This أو painful urination إنه أثناء الإدرار راح يصير عنده painful. Anuresis lack of the bladder control إنه البلادر حتى مثل ما قلت لكم هي سفنكتر مصل الستريتش مالته هو اللي يتحكم بهذه كمية الإدرار وبالتالي يطلقها إلى اليوريثرا. في حال lack of this control من تفقد السيطرة راح تدخل بحالة الأنيوريسيس عدم السيطرة على الأماونت of the urine. Polyuria excessive of the urine زيادة كمية الإدرار اللي هي فسيولوجي لمتى يصير عندي polyuria هالكيس لمتى يحدث كفسيولوجي أو باثولوجي فسيولوجيا لمتى يحدث وباثولوجي لمتى يحدث. هسا شي فسيولوجي لمتى يحدث عند الشخص polyuria دكتورة من يكون أكو يعني excessive water in the body. Excessive water intake هذه وحدة. بعد pathology diabetes. هذه diabetes mellitus هذه شو نقول هسه pathology باعتبار هو الشخص عنده مشكلة مرضية وما يتحكم كمية الإدرار فيصير عنده polyuria كpathology. Oliguria شنو عكسها؟ Polyuria هي excessive of the urine. الأوليجيوريا decrease بالamount of the urine.
الشخص لم تصير عنده أوليجيوريا. من أنت حدا من زميلتكم شنو قالت؟ قالت إنه البوليوريا من يصير عندي excessive بالamount of the fluid in water، زيادة كمية السوال، وبالتالي راح يصير عنده بوليوريا. الشخص لما يصير عنده dehydration، جفاف، يصير عنده hemorrhage، نزف، كمية السوائل تنخفض لو تزيد عنده. انخفض. وبالتالي راح تقل كمية السوائل اللي موجودة inside of the body، فالdehydration، بالhemorrhage، أيضاً بالأمراض اللي تأثر على البلادر، عندنا راح يصير oligoiuria. أنت ما مطالب بالتفاصيل، بس مجرد هالترم هذه المصطلحات تعرف كل وحدة وشني معناها. أول كيس راح ناخذه بالنسبة للديفكت of the kidney هي الكيدني ستون. طبعاً هذا common disease، الكيدني ستون. من وين تجي حصل كله؟ شخص هسه عنده حصوة بالكلى، برأيك من وين تجي هاي الحصوة؟ يعني شنو؟ شنو؟ من وين تجي الحصى اللي بالكلى؟ دكتورة يعني من تتراكم الأملاح؟ عافية عليك. من تتراكم المينرالز الكريستالز، هذه المواد تترسب بارتسبيش عند الكدني نتيجة للديفكت أو نتيجة إنه ما حصل لها ترشيح، وبالتالي ترسبت كخلل بالكلى، إضافة إنه الشخص ما يعني قلة شرب الماء كلها راح تسوي ترسب لهذه المواد، يعني ما تساعد على حركتها حتى تترشح أو تنطرح للخارج. فنتيجة لكل هذه الترسبات المينرالز والصول تترسب بالأخير، راح هذه الترسبات راح يصير عبارة عن هارد ماس، كتلة صلبة. هذه الكتلة الصلبة هي الستون. طبعاً الكلاسيفيكيشن أوف ستون، تصنيف الحصى، هم يصنفوه حسب شنو؟ حسب اللوكيشن مالتها. زين، هي بس بالكلى تصير الحصى؟ لا دكتورة، الجهاز الجهاز اليوريناري، كيدني، حالب، بلادر، يوريثرا، المكان مالتها اللوكيشن جاست فقط انه بالكدني، ما يصير غير مكان بالنسبه للورينري سيستم. بالحالب ممكن، طبعا بالحالب ممكن، بالمثانه. لذلك الكلاسيفيكيشن اوف كيدني ستون، تصنيف حصى الكلى اكوردنج تو ذا لوكيشن، حسب الصنع او المكان مالتها. فاليورينري ستون ار تيبيكالي كلاسيفايد باي ذير لوكيشن، تصنف حصى الكلى او حصى الجهاز البولي حسب اللوكيشن مالته، وين صاير الحصى راح اصنفها. نفرو ليثايسيس، نفرو، النفرون هي الكلى، نفرو ليثايسيس، نفرو ليثايسيس انه بريزنس اوف ستون ان كيدني. لاحظوا هذه الحصى اللي موجوده بالكيدني فاسميها نفرو ليثايسيس، لكن اذا وجدت الحصى بالحالب يسمى يوريترو ليثايسيس، presence of stone in your ureters، يوريترو ليثايسيس. وجودها بالبلادر سيستو ليث، باعتبار هي البلادر سيست، هذا السيست راح يصير عنده accumulation لليورين حتى يطلق المن لليوريترا. فالpresence of stone inside of a bladder called سيستو ليثايسيس. واضح هسه الclassification of kidney stone according to the location، حسب موقعها. Nephrolithiasis، presence of stone in kidney. Urethrolithiasis، presence of stone in ureters. Cystolithiasis، presence of stone in bladder. تمام؟ والله دكتورة. الكيدني ستون هذا فد الأجروسلي أبيرنس، مظهر عياني لكله صاير بيها ستون. بالنسبة للمحاضرة العملي بهذه المحاضرة حنعطيكم إياها محاضرة بوحدها، يعني هذه السلايدات هاي تخص النظري، لكن الجانب العملي راح نعطيكم محاضرة كاملة بالنسبة لليورينري ستونز، يعني نعطي كيسات تضخم الكلى، أيضا الستون أوف ذا كيدني، وحالات أخرى تصيب اليورينري سيستم. بس هذه مجرد صور توضيحية توضح لك الجانب العملي بالنسبة للمحاضرة. نفرو ليثايسيس،
kidney stone in the minor and major calyces of the kidney. لاحظوا هسه هذه الكاليس هذه الجيوب واللي موجودة أو البيتز الحفار اللي موجودة بالكدني موجودنا عندنا الماينر and major stone الموجودة بالكاليس أيضا ضاف لها موجودة أكو فد حصى موجودة بالكلى العفو باليوريترز فاسمها يوريترولايثايسيس وهنا عندنا نفروليثايسيس. نجي هسه كيف تتكون هذه الحصى inside of the kidney؟ من وين مصدرها؟ A kidney stone is hard solid mass of materials that form in the kidney from the substances in the urine. يعني مثل ما قلت لكم انه المفروض كل ما يفيد الجسم يصير له ري ابزوربشن، اما اللي ما يفيده واللي يكون هارم بالنسبه له راح يصير له ديستريبيوشن ينطرح للديستل وبعدين للكولكتنج بلادر then outside of the body. اللي يحدث انه نتيجه للبارتيسبيت ترسب هذه المواد اللي موجوده باليورين من مينرالز من غير مواد كريستالز سبستانسز مواد كريستاليه كل هذه المواد يحدث لها ترسيب وبالتالي راح تتجمع وما تنطرح باليورين تتجمع داخل الكلى على شكل هارد ماس او سولد ماتيريالز. كيدني ستون اور كالكولاي ديفلوب از ا ريزلت اوف فاريوس ميتابوليك اوردر which affect the fate of calcium and other minerals demands in the body. ولي صار هذا الخلل انه اكو ديفكت او دستر اضطراب ايضي اثر على ترشيح او ترسب هذه المواد وبالتالي انعكست على الاورجان فشكلت هذه الحاله. Stone may be formed in kidney, urinary bladder, ureter lafo and urethra. هذه اللوكيشن مال stone. Type of kidney stone. شنو أنواع الحصى؟ طبعاً هما الحصى أكو كريستال، أكو يوريك أسيد، أكو عندنا السيستين. هذه حسب المينرالز، حسب المواد اللي ترسبت فالكلاسيفيكيشن أو التايب of kidney stone. Calcium oxalate. Type of kidney stone. Calcium oxalate. Calcium phosphate. Citrobate. يوريك أسيد سيستين. السلايد واضح عندكم بالنسبة لهذه الصور تسمية؟ نعم دكتورة واضح. تمام. هنا عندنا شوف من مثلا على سبيل المثال أنا راح أعطيكم فرضا التايب أوف ستون أنت تنطيني الدايجنوسيس. يعني مثلا إذا أجيب لك هذه البكتشر شنو التشخيص مالتها؟ شنو التايب الستون؟ هل هي كالسيوم؟ يوريك أسيد؟ سيتروفيت سيستين تمام؟ تمام دكتورة. فعندنا type of stone calcium stone أو generally mention type of kidney stone. اذكر لي بصورة عامة type of kidney stone هي calcium oxalate calcium phosphate سيتروفيت uric acid سيستين. طبعا حسب التايب راح يقسم الميديوم الوصل تشتغل عليه. يعني مثلا هسه اليوريك اسيد شنو حامضي لو قاعدي؟ حامضي. فالميديوم اللي راح تشتغل عليه تن تو انه تميل الوسط اللي تشتغل عليه راح يكون اسيد ميديوم. بينما عندنا الكالسيوم والاوكزاليت تميل الكلاين ميديوم بما انه هي تميل القاعده فالوسط اللي راح تشتغل عليه تن تو ذا الكلاين ميديوم. Calcium oxalate stone is the most common 80% caused by supersaturation of urine with calcium and oxalase. ليش تكونت هذا النوع من الحصى؟ بسبب تشبع اليورين بهذه المادة من الكالسيوم أوكزالات. Calcium oxalate stone tend to form in alkaline. وين راح تتكون؟ بيا وسط بالوسط القاعدي باعتبار هي انه الكالسيوم أوكزالات تميل الى القاعدة. فراح تتكون هاي الحصى بالالكلاين ميديوم. يعني فرضا من انطي هذا السؤال كالسيوم اوكزاليت ستون از تن تو ذا الوسط اللي تميل اله اي وسط تمام الكلاين او ميديا او اسيد فحسب الستون حسب الماده المتكونه من هذا الستون راح تميل وسط. Avoid food high in oxalate. الويت جيرم يعني المواد اللي تحتوي على القواعد حاول تتجنبها. ليش؟ لان يعني هذا النوع من الحصى هو يميل لهذه الاوساط فانه
يعني كل وسط يحتوى على قاعدي أو بغض النظر عن كل المتناولات هنا تجنبها. ليش؟ حتى أنه تتجنب تكوين الكالسيوم أوكزاليت ستون. النوع الثاني كالسيوم فوسفيت ستون تقريبا 5. هاي النسب هذه ما عليكم بها بس مجرد الاطلاع. 5-10% من البيشنت راح يصابون بهذا النوع من الستون كوزد باي سوبر ساتوريشن، التشبع العالي لليورين بالكالسيوم فوسفيت. كالسيوم فوسفيت ستون تند تو فورم الكالين كيمستري. هنا عندنا avoid food high in calcium and milk and dairy products. هاي منتجات الألبان باحتبار يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم، هنا حاول تخفف منها حتى تقلل من كمية الستون. أما الستروفيت ستون تريبل فوسفيت ستون كود يوريا سبليتين، طبعا هاي أكثر شيء هذا النوع من الستون تصاب بالإناث باحتبار هي معرضة للإنترا عفوا اليو آي اللي يورينري تراكت انفكشن caused by urea, splitting bacteria, proteas, pseudomonas, klebsiella, staphylococcus, more common women than men. ليش أكثر الإصابات بالنسبة لهذا النوع من الستون هي النساء باعتبار هي معرضة للurinary tract infection. أيضا سيتروفيت باعتبار هو فوسفيت راح يميل إلى الوسط القاعدي. النوع الرابع هو سيستين ستون اللي هو نسبته 15% من الناس راح يصابون بهذا النوع من الستون caused by cystine crystal formation. cystine ستون أو cystic ستون tend to form in acidic urine. أيضا عندنا اليوريك أسيد ستون 5-10% patient أو caused this disease by excessive dietary purine or guts. يوريك أسيد طبعا بالمناسبة أسأجيك السؤال يوريك أسيد ستون to form in acidic urine. واضح هسه كيف تقرأ الحصى السبب مالتها والوسط اللي تميل إليه؟ تمام تمام دكتورة. نجي هسه clinical manifestation. شخص إذا عنده حصى بالكلى الأعراض اللي تظهر عليه أول شيء severe flank pain، ألم بالخاصرة يكون شديد، abdominal pain، nausea and vomiting، تقيؤ وغثيان، vatiquity ضعف عنده، elevated temperature باعتبار هو فد ردة فعل راح يصير عنده ارتفاع بالدرجة الحرارة، ارتفاع بالblood pressure اللي راح يأثر على reabsorption of water والminerals وبالتالي راح يصير احتباس للwater ويتبع احتباس للأملاح فيصير عنده ارتفاع بالضغط وعند respiration وsteady pain ألم pain on urination ألم في حالة urination pain red or brown urine مرات احتمال يصير عنده تخرج أو يصير عنده خروج blood ويا اليورين oliguria and anuria in obstruction في حالة انسداد المجاري يصير عنده أوليجيوريا قلب التبول أو في حال إنه صار عنده obstruction complete obstruction سداد كامل راح يصير عنده أنيوريا. هيماتيوريا في حال وجود البلد أو تخرشات ممكن يصير عنده حالة وجود الإدرار أو البلد مع الإدرار. رينال كوليك مغص كلوي وهايدرونفروسيس احتمال يصير عنده تضخم بالكلى اللي هي swelling of the kidney in one side or two sides احتمال يصير عنده تضخم بوحدة من الكلات أو two kidneys. ها هي the clinical manifestation of the kidney. نجي هسه أسألكم the causes of the kidney stone أو الكالكولاي. super saturation واحدة من الأسباب هي super saturation of urine تشبع الإدرار is the key to the stone formation. يعني إذا تشبعت مثل ما قلت لكم في حال إنه اليورين صار له saturation بالفوسفات بالسستين باليوريك أسيد راح تتكون حصى أو احتمال الجوت. What's mean goat؟ أنه اليوريك أسيد يتجمع بالمفاصل مثل مال القدم ويسبب آلام شديدة. يعني الجوت شنو هو؟ الجوت هو التهاب المفاصل inflammation of the joint. في حال التهاب المفاصل راح يصير تراكم لليوريك أسيد excess amount of uric acid تتجمع انه ما ممكن انه قابلية الكلى على ترشيح هاي المواد وتخلص الجسم منها. فبسبب هذه التراكمات اليوريك اسيد اللي هي بسبب النقرس اللي هو التهاب المفاصل وتراكم هذا الحامض راح يصير تراكم لليوريك اسيد وبالتالي راح تتكون الكيدني ستون
اللي هي نوع الوسط مالك راح يكون يوريك أسيد ستون. هايبر باراثايرويدزم، شنو علاقة الهايبر باراثايرويدزم بالستون؟ تعرفون الباراثايرويدزم؟ شنو الباراثايرويدزم؟ الباراثايرويد جلاند شنو؟ فوق الثايرويد جلاند يعني الغدة جنب الترقية. أوكي، هذه الغدة شنو شغلتها؟ شو تسوي الباراثايرويد جلاند؟ دكتورة هي تنظيم الهرمونات. طبعاً الجلاند كلها شغلتها هرمونات، تنتج هرمون يشتغل على تارجت أورغانز. فالباراثايرويد جلاند ممكن يعني كل غدة تطلق ألف هرمون، كل واحدة مخصصة لهرمون معين. فالباراثايرويد جلاند إيش راح تطلق؟ ترفع الكالسيوم، الكالسيتونين. إيش تطلق؟ الكالسيتونين. هذا الهرمون شنو شغلته؟ شغلته أنه regulation of the calcium، تنظيم مستوى الكالسيوم بالدم أو بالجسم. في حال الأوفر برودكشن، في حال الإنتاج المفرط من يصير ديفكت بالباراثايرويد جلاند، راح يصير أوفر برودكشن أوف كالسيوم، ما راح تسيطر على كمية الكالسيوم، ما تنظمها، فيصير أوفر برودكشن للكالسيوم، وبالتالي راح تترسب هذه كميات الكالسيوم فتنتج نوع من الحصى اللي هي تكون الكالسيوم فوسفيت ستون، واللي تميل إلى الجانب القاعدي. تمام؟ انفلاميتوري باول ديزيز، ايضا من يصير حال عندي التهابات بال، ايضا يصير خلل بالدايجستيف ترشيح المواد، ايضا يورينري تراكت انفكشن يسببها مثل ما قلنا الكليبسيلا، ستافيلوكوكس، السيدوموناس، الستاف، كل هذه واللي تكون نسبتها بالويمن اكثر باعتبار هي اكثر معرضه لليورينري تراكت انفكشن. also dehydration، الديهايدريشن، الجفاف، ايضا واحده من الاسباب اللي تساعد على ترسيب هذه المواد باعتبار ما يصير حركه وترشيح واطلاق هذه المواد الاوتسايد اوف ذا بودي، فراح تترسب هذه المينرالز والمواد وبالتالي راح تكون أو تتحول إلى هارد مارس اللي هي الكالكولاي أو الستون. والكريستال أجريجيشن، تجمع هذه المواد الكريستالية في حال أنه حدث ديفكت الكلى ما تقدر أنه ترشح هذه المواد، وبالتالي راح تترسب هذه المواد على شكل كريستال ستونز. واضح هسه الكوزز؟ واضح دكتور. ريسك فاكتور، الأشخاص اللي يكون معرضين للإصابة بالكيدني ستون. High minerals contents in drinking waters. Dehydration. Family history. Dietary intake. وعندنا pink obeses. بداية السمنة أو السمنة. شنو علاقة السمنة بالستون؟ خصوصا الناس اللي عندهم يعني كميه من الفات العاليه بمنطقه الابدومن، منطقه البطن، ليش يكون معرضين انه يصاب بالستون؟ شنو علاقه الاوبيسز ويا الستون بالفورميشن اوف ستون او بالكلى؟ أي شو؟ ما لهم علاقة؟ ما أدري دكتورة، ما نعرف. أوكي، الشخص ذول الناس يعني الأوبسيتي بيبول، وخاصة ذول يعني الكمية الشحون اللي يكون عندهم بالمنطقة الأبدومين، هذه الشحوم كمية الفات راح تضغط وين؟ راح تضغط على الفيزرا، تضغط على الأحشاء،
وبالتالي تسوي امباكت إعاقة للفكشن اوف ذيس اورجانات، راح تعيق عملها. فواحدة من التأثيرات مالتها انه هذه الفات راح تأثر على عمل الكلى وتعيقها، يعني تضعف من قابلية الكلى على احداث عملها بصورة طبيعية، وبالتالي الكلى اذا ما اشتغلت بصورة صحيحة وبنشاط ما راح تقدر تشتغل تضل على كل هذه المواد وتحررها وترشحها ويسوي إعادة امتصاص. لذلك كمية الشحوم اللي موجودة خص دول الناس اللي عندهم قلت لكم بالأبدومين راح يأثر أو يضعف من نشاط الكلى مستقبلا. يعني ما جاي يقول لك إنه اليوم أثر عليه، لكن بالمستقبل in the future على مدى الزمان على مدى الوقت إنه هذه الفات راح تأثر يعني يوم بعد يوم على عمل الكلى، وبالتالي راح تضعف لها وتضعف عمل الكلى فيأثر على عملها وما تقدر أنه ما تصبح طاقتها ما عتديش القابلية على تحرير هذه المواد على ترشيحها وطرحها إلى خارج الجسم وتخليص هذه المواد. تمام؟ هذه العلاقة جنرالي بصورة عامة ما بين الأوبسيتي وما بين الستان. تمام؟ مثل ما سدول الناس يعني وبالتالي طبعا مو فقط أنه معرض للستان، معرض أنه ممكن يعني بالإضافة إلى الأثير ستيريلوسيس يعني تصلب الشرايين الفات اللي عنده الناس اللي يشوفهم يعني درجة السمنة ممكن أن يصير عنده صاحب ضغط. ليش؟ احتمال يأثر على يعني ترشيح المينرالز، لأن لما تعرفون إذا صار تنظيم للأملاح داخل الجسم ما صار ارتفاع ضغط الدم. وليش يصير ارتفاع ضغط الدم؟ لأن يصير عندي الريجوليشن للمينرالز. يعني مثل ما تعرفون كل ما يكون صوديوم عالي راح يرافقه واتر، لذلك احتباس الصوديوم احتباس الواتر بسبب هذا الديفكت اللي أثر على الكلى ممكن أنه يأثر على عملية تنظيم الضغط فيصح يعني يشكل لدى هذا الشخص هايبرتنشن. زين دكتورة يعني نعم يعني ما له علاقة أنهم يساعدهم حموضة يعني زايدة بالدم أو هيك شيء؟ شوف هو الأسيدوسيس هي أسباب يعني هسه هذه الحموضة وغيرها من المسببات هي حسب الديفكت يحصل عنده. مرات إنه أنا الأسيدوسيس أفضل مو شك إنه صار عنده ديفكت، ممكن من الأسباب إنه هذه اليوريك أسيد أو هذه المسببات هي واحدة من الأسباب، لكن ممكن يكون عنده ديفكت ثاني. فكل واحدة من الحالات الكيسات اللي شكل عند هذا الإنسان أكو فد ديفكت إله. مثل هسه مثل ما قلت يعني ضغط الدم الناس اللي يصير عندهم ارتفاع ضغط الدم او السمنه، يعني يقول لك انت واحده من الفات انه اذا صار عندك تجمع للفات اثرت على الارتري صار عنده تصلب بالشرايين شكلت عنده جلطه او شكلت عنده ارتفاع ضغط الدم. الكلى شغلته انه يسوي يورينيشن او ريجوليشن هذه المواد. فاذا واحده من الاسباب هي الفات يعني فكل واحده على سبيل المثال انه الفات اثرت على الكلى ضعف عمل الكلى ما سوت ريجوليشن للمينرالز الصوديوم والواتر. فمثل ما تعرفون كل ما يكون اكو صوديوم عالي يرافق واتر عالي شكل عنده ضغط. ايضا مثل الكليكوز جماعه السكري ممكن انه يصير عنده سكري. ليش؟ لان المفروض مثل ما تعرفون شنو شغله الانسولين انه يسوي ريجوليتنج للجلوكوز بالدم كليكوز. زين من وين يجي الأنسولين؟ من البيتا ألفا سيل بالبنكرياس. بنكرياس. إذا هذه الفات صار إعاقة بالبنكرياس نتيجة لهذه المواد، يعني مثل ما تعرفون الأورجان لازم يكون نشط حتى يشتغل بصورة صحيحة. فأي تأثير ضغط على هذا الأورجان يعني راح يطلق صح يطلق أنسولين لكن مو ذيك الكمية العالية. ممكن انه يطلق كمية انسولين قليلة، فهذه الكمية الانسولين القليلة ما تتحكم او ما تقدر تسيطر على كمية الكليكوز، وبالتالي راح يصير اوفر برودكشن او اوفر يعني انتاج اوتبوت للكليكوز داخل الدم فيشكل عنده سكري. هاي يعني القصد من سؤالك انه هي حسب الديفكت اللي راح يحدث عنده. تمام؟ زين دكتورة يعني الضغط على الفيزرا هذا السبب فيسيولوجي؟ طبعا هو شنو انا هسه فيسيولوجي كسمنه هو شنو اسبابها مثلا سمنه، يعني كل هسه الحالات المرضيه اللي تجي انا شخص تسلجي يشتغل بسرعه مثل الجهاز اليوريناري او الجهاز الدايجستيف جاي يشتغل بصوره فيسيولوجيه من يتعرض الى فد ريسك او يتعرض الى ديفكت
هنا راح يتحول راح يأثر على عملي اللي هو الفسلج متعرف فيها هي النورمال فاكشن أورغانز العمل الطبيعي للأورغان هذا النورمال فاكشن إذا تعرض إلى أي ديفكت إذا تعرض إلى أي مؤثر أثر على وظيفته تحول من نورمال إلى أبنورمال كيس تمام؟ يعني هو المفروض يشتغل بصورة طبيعية فأي مؤثر خارجي أي ريسك يتعرض له راح يأثر على نشاط راح يأثر على كمية الهرمونات يأثر على المواد اللي يشتغل عليها فراح يصير عنده خلل بهذا وينعكس على الانسايد أو ذا بادي ولا هو يشتغل بصورة طبيعية لكن بسبب المؤثرات راح يتحول من نورمال إلى أبنورمال كيس تمام؟ نعم دكتور واضح شكراً هسه أنتم تشخصون المرض مالته سواء عنده حصى بالكلى شلون يشخصها لا صدق زين شلون يشخصون الستون بالكلى سواء واحد يروح الطبيب سواله تشخيص السونار مبدئيا عن طريق السونار طبعا هو احنا اكثر شيء عندنا السونار لكن اكو فد ديفلوب تكنيك اكو تقنيات مثل زين ويقدر انه يشخصها بالناظور ممكن لا ممكن طريقه التنظير اعتقد دكتوره حسب الحجم يمكن يعني حسب الحجم فالدايجنوسيس Diagnosis of kidney stone require a complete healthy history assessment and physical exam. طبعا اول ما فحوصات فيزيائيه يعني انت مثلا متروح الطبيب وتقول له مثلا عندي الم بالخاصره عندي كذا عندي كذا عندي vomiting hematuria انه من الكلينيكال مانيفيستيشن من العلامات الفيزيائيه اللي انت انطيتها لهذه الدكتور انه قال لك انت احتمال عندك فت حصى بالكلى او احتمال عندك رامبل ستون يعني سان ممكن انه تسوي لك سونار حتى اما تشخيص اليورين تشخيص الادرار ما يفر لك الحصى يفر كميه الكريستالز المواد الموجوده اللي موجوده اما الستون وجود الحصى وحجمها والسايز مالتها كله راح يتم عن طريق السونار او عن طريق التنظير فالدايجنوس اوف كيدني ستون از ريكوايرد او كومبليت هيلثي هيستوري اسسمنت اون physical exam فحوصات فيزيائية other tests include ويا الفحوصات الفيزيائية تحتاج إلى استخدام blood test for calcium phosphor uric acid and electrolytes باعتبار هذه المواد هي أساس الحصى أنه صار لها participate ترسبت هذه المواد فشكلت hard stone أو hard masses materials مواد صلبة سمت الكالكولاي أو الستون Blood urea, nitrogen, and creatinine is assay kidney functions. Also, urine analysis to check for crystal, bacteria, blood, and why. Then the cell فحوصات اللي crystal ولا بكتيريا ولا blood يعني بصورة عامة generally كم نوع من الفحص؟ أنت هسه صاحب مختبر أو مختبر جتك عينة urine. شنو راح أو عينة blood؟ هذه السامبل البلاد او اليورين كفحص مبدئي شنو راح تشتغل عليها كيف افحصها بالمايكروسكوب يعني قبل اجيب العينه مباشره دايركتلي واسوي لها اكزامينيشن بالمايكروسكوب لازم شنو اجرى عليها بالبدايه بس انت اي شيء مثلا حاجه بايدك من تجي تفحصها راح تاخذ شنو تفحصها عيانيا تمام دكتور اسوي لها سويب تاخذ مسح هذه مسحه هي وحده من الفحوصات لكن بدايه اول ما تجي السامبل للمختبر ابو المختبر شنو حيفحصها راح يفحص لانه اكو طريقتين للفحص الفحص الفيزيائي والفحص الكيميائي اكو يسموه ماكرو سكوبيك ومايكرو الماكرو يعني شيء عياني جروسلي انه تاخذ العينه تشوف اللون مالتها التغيرات اللي موجودة به يعني الأدور الراحة ليشتين حتى رائحة اليورين تختلف بالنسبة لجماعة جماعة الدايبيتس ميلايتس أهل السكري الأدور مالته راحة اليورين تختلف عن الناس العاديين
برأيك هذا ليش؟ ليش أبو الكي أو الديابيتس ميلاتس يصير عند الأدور يختلف عن الناس العاديين اللي ما بيهم سكري؟ شنو سبب الأدور اللي موجود جماعه السكري؟ الجلوكوز بالدم. وشنو بعدين شنو صار؟ بسبب شنو؟ بسبب الكيتون باديز اللي تنطي الأروماتيك أدور، الرائحة العطرية اللي موجودة جماعة السكري هي تختلف عن ذلك الكاركترستيك في أدورز. الرائحة بالنسبة لجماعة السكري هي الأروماتيك أدورز، الرائحة العطرية. أيضا من ناحية الكلر، عفوا اللون مالته، هل هو بيل، هل هو يلو، موجود بي بيجمنتيشن، لأن هم شنو يعرف انه اذا كان اليورين مالته انه طبيعي ما بيه مشكله راح يشوف اللون مالته امبر يلو، يعني لون اذا اجي تفسره لون عنبري بيل. ليش؟ شنو معناه؟ معناه انه خالي من كل هذه الماتيريالز اللي موجوده بيه واللي تغير اللون مالته. لكن اذا تحول اللون مالته الى ريدش براون، فشي خلي بباله انه هذه الشخص اللي تجي عينة إدرار ولونها ريدش براون، معناه أنه شنو؟ معناه هذا الشخص يا أما عنده ستون أو عنده تهرش باليورينري تراكس، فبالتالي من ينزل إدرار نتيجة لهذه التخرشات الحدث، فنزل ويا الإدرار شنو نزل؟ نزل يورين. أو مرات أنت إذا صاحب صيدلية أنه احتمال أكو ميديكيشن، لأن مثل ما تعرفون أنتم ماخذين أدوية مو؟ نعم دكتورة. قسمة من الأدوية تنطي كلر أو لا؟ تنطي لون للإدرار؟ أكو قسمة من الأدوية، يعني مو كل الأدوية، أكو مرات تأخذ لك فد علاج معين، هذه العلاجات راح تنطي فد لون، لذلك ينزل هذه البيجمنتيشن، هذه التصبغات راح تنزل ويا الإدرار. فالمنتج يسوي فحص مباشر راح يسألك هو هذا أبو التحليل، هل أنت ماخذ ميديكيشن قبل؟ يعني من اجيت قبل لا اسوي التحليل ما اخذ فد علاج معين، ما اخذ كذا كيس هيستر، يعني اسالك فد كم معلومه. ليش؟ لان اكو فد فارماكولوجي او دراكس تنطي يعني بيجمنتيشن لهذا اليورينز، لذلك لما تيجي تسوي فحص انه لا ما اخذ ادويه. او مرات حتى الدايتري الاطعمه، اكو فد اكلات من تاكلها راح تنعكس اللون مالته على الادرار، لذلك يسالك انت ما اخذ يعني فد دراج معين، دايتري يعني متناول أكلة معينة كذا كذا، فهو يأخذ منك كيس هستري قبل لا يجي يسوي هذه التحليلات كلها. ليش؟ لأن مصادر البيجمنتيشن أو مصادر التغير الكلر باليورين أكو سببها إدرار أو ميديكيشن أو إنه الشخص هو عنده ديفكت فتغير لون الإدرار. تمام؟ هاي كلها فحوصات فيزيائية يجريها أبو التحليل قبل لا يجري بالفحص الكيميائي. مو كل شيء ينفحص بالماكرو اكزام، مو كل شيء ينفحص بالعين يعني مجهريا، لذلك العفو بالماكرو بالفحص العياني اكو شغلات او فحوصات تحتاج انه تدخل بيها مايكرو اكزامينيشن، فحص مجهري، مثل عين اذا بيها بكتيريا او عين بيها ار بي سي. مثل ما تعرفون اليورين يحتوي على واي تو ار، لو ما يحتوي هسه الإدرار الشخص الطبيعي اللي ما عنده كل مشكلة، اليورين مالته يحتوي على ار بي سي واي بي سي لو ما يحتوي؟ لا ما يحتوي. تمام، فمن يجي ويفحص ويلقى داخل عينة الإدرار موجود ار بي سي وموجود واي بي سي، شي خلي بباله هذا شنو عنده؟ عنده ديفكت، يعني وجود الار بي سي نون بريزنت ما موجودة، لكن في حال انه لقى ار بي سي ولقى واي بي سي يرجع اكو شنو؟ اكو ديفكت، يرجع يفحص او يكشف العله وين موجوده. ايضا وجود البروتين بالادرار، موجود البروتين؟ لا ما موجود. في حال وجود البروتين يوريا، البريزنس او بروتين ان يورين، يرجع انه اذا وجد كميه البروتين موجوده باليورين معناه انه اكو ديفكت في الكلى، او يرجع يشيك. فمن هذا التحليل تنطي نقطه بدايه يعرف وين اكو، وين صاير الديفكت. تمام، كل هاي الفحوصات يجريها مختبريا، لكن وجود الحصى وحجمها ممكن انه يشخصها طريقه اخرى، طريقه استخدام السونار.
يفحص منطقة الفلانك منطقة الخاصرة راح يخلي السونار ويشيك وجود الحصى حجمها السايز مالتها مكانها وين صايرة هل هي بالكيدني هل هي موجودة بالبلادر باليوريثرا بال أو اليوريتارز تمام؟ فوحدة من أو الدايجنوستيك ميثودز أو الدايجنوستيك إليفيشن أوف يورين إز أو الكيدني ستون بلاد يورين أناليسيس مثل ما قلت لكم فحوصات اليورين أناليسيس إنه هذه النقطة الثانية مثل ما شرحنا إنه أول شيء يأخذها يفحصها عيانياً ماكروسكوبيك يفحص اللون الأدور الفوليوم مالتها التغيرات الشكلية اللي بيها بعدين يرجع يفحصها مجهرياً يعني يكشف هل هي موجودة اليورين بكتيريا كريستال آر بي سي وايت بي سي بروتين كل هذه مواد ما موجودة باليورين بصورة طبيعية لكن وجودها باليورين يدل على abnormal case أيضاً الإكس راي عن طريق الأشعة السينية وعندنا السي تي كمبيوتر تكنيك طريقة الفحص يعني إلكترونية عن طريقة السونار أو عن طريق الانترا فينوس يوروغرام هاي كلها طرق تشخيصية عن طريق السونار عن طريق الصبغات السينية وراح يشخص وجود الحصى أيضا عندنا اليورينري السكان أو طريقة السونار وكذلك عندنا طريقة الكمبيوتر يورينري بلاداس يعني كل هاي شغلات طريقة يعني تعتمد على السيني أو عن طريق أنه كيف يفحص بالسونار لكن يعني التقنية الطريقة تختلف أول طريقة طريقة السيستوسكوبي سيستوسكوبي لا تلاحظون هذه الطريقة أنه الشخص شنو هسه هذه شنو السيستوسكوبي تنظير المثانة بالتنظير لاحظوا أكو تيوب السيستوسكوب هو عبارة عن تيوب هل التيوب هذا راح يمليه بالفلوت ويدخله بالبلادر يوريثرا والبلادر وراح يشيك عن طريق الأجهزة مربوط هذه السكوب مربوط هذه الشاشة وعن طريق يدخله عن باليوريثرا والبلادر وبالتالي راح يظهر عنده بالشاشة وهذه واحدة من الطرق المستخدمة هي السيستوسكوبي طبعا ما سكر شيء بس من السونار وهذا التنظير يعني ما أشوف أنه جاي يستخدمون تنظير بالمستشفى كلها تستخدم طريقة السونار. طريقة الثانية طريقة الانترافينوس بلوغرام. هذه الطريقة تعتمد على الصبغات السينية. يدخل مادة صبغية. Is an X-ray exam that uses an injection of contrast. أكو مواد صبغية ماتيريال خاصة بهذا الفحص السيني. إنه تيجي ويا هذا الجهاز مواد صبغية يدخلها للبلاد. بعد فترة من الزمان ورا ما يعني يحقن هذه المادة يجي يفحصها عن طريق هذا الجهاز ويشخص وجود الحصى وين صار وشنو حجمها وشقد السايز مالتها فالانترافينوس بيلوغرام is an X-ray exam that uses an injection of contrast material to evaluate your kidneys, ureters and urethra طريقة الثالثة هي طريقة اللي هم جاي يستخدموها هي طريقة السونوغراف أو طريقة السونار Diagnostic Studies باستخدام السونار ممكن عن طريق السونار اللي موجود راح يشخص أي ديفكت موجود بالسايد سواء كان بالكلى أو موجود حتى أنه موجود بالمرارة يعني من السون يقدر أنه يشخصه عن طريق السونار وهي أكثر الكومن ميثود المستخدمة هي طريقة السونار تمام؟ تمام دكتور هذا ما يخص الجانب